السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل الأصدقاء حول العالم. طبعا اليوم يا أخوان رايحين نشوف مجموعة من الوز. أنا بحب الشغلات هاي، فبدي أجي أتفرج عليه. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. من وين الباب؟ هاي كلمة. هذا شو الوز؟ وز ايش؟ ألماني؟ ألماني. هذا برمي وزن. ما شاء الله. البط الامريكي. يوم ما اكلنا البط زي جربناه زي هاك، بس بطير. هذا بطير عندك؟ لا ولا بطير ولا شيء. لا بطيرش عنه مربى، بس احنا اللي صدناه بطير. نفس الشكل يا زلمه، ونفسه يا زلمه، البط الامريكي. وفكست جابت 12 ما شاء الله. لا ترجع خرطه العادي بتهرج زي البط العادي ولا بتهرج؟ والله بتحط ايدك عندها ولا اشي. شباب لا هيا، بس الله يسامحها. طب كيف بدك تفوت؟ والله ما بكبر ولا انت هذا بكبرش. كيف بكبرش؟ والثاني الثاني بصير شنو هذا؟ بكبرش. هذول ايش؟ شوف البتابل هذول. هذا لا شو شكلهم؟ بس هيدا الأول. هذا جاز. غريب صح؟ طلع دهنه فيه، بس تعود تطعج. بتبول. عشان شلاب فيه. شو هذول غرف حمام؟ سهل لما.
برا تجيب لك ضوا وكبسات وما يحرصش. ليش كبسات يا ابن حارثة؟ مش منيح. ليش بتصير على الطاتش؟ هيدا اوجه نعم. ها تروح ناديها بتيجي لحالها. هذه نعمة بتحب الاولاد اللي زيك. صيني. صيني؟ اه. على ارض مدينه Thank you.
هذه الابيض هذا ما شاء الله كينج تاعها. Thank you.